في خبر مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي الانفصال بعد زواج دام لأكثر من 18 عاماً أثمر عن 3 أبناء. كان برودو وزوجته صوفي محط الأنظار منذ استلام الأول لمنصبه، وذلك بسبب أناقتهما، وكذلك الصورة التي انتشرت لهما عام 2016 وهما يحتضنان بعضهما مظهراً حبه الكبير لزوجته. لكن في السنوات الأخيرة تقلص حضور صوفي مع زوجها، ما دل على وجود توتر وجفاء بينهما. لتؤكد صوفي ذلك في ذكرى زواجها قائلة: لقد نجحنا معا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية وظروف أخرى بين هذا وذلك، وما زلنا نحاول. ليصدر بيان يوم أمس عن مكتب ترودو يعلن فيه الانفصال، جاء فيه: إنهم لا يزالون عائلة، وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة من الأمان والود والتعاون، وستخرج العائلة معا في عطلة تبدأ الأسبوع المقبل.